السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من نظرة إلى أهم الأحداث لهذا الأسبوع. هنا معكم أشرف العايدي، وهذا خاص لشركة أوربكس. قبل أن أبدأ هذه الحلقة أريد أن أذكر للمشاهدين أنه سيكون عندنا ندوة على الإنترنت هنا، بث ومباشر يوم الأربعاء، ويبينار يوم الأربعاء، وهذا خاص لأوربكس قبيل يوم الخميس الكبير. وسأقول لكم في هذه النشرة لماذا يوم الخميس سيكون كثير مهم لكل الناس الذين يتداولون في الإسترليني. الموقع للتسجيل هنا سيداتي وسادتي، تذهبون إلى أوربكس وتذهبون إلى Arabic في العربي، وبعد ذلك تهبطون هنا، نزلوا هنا، وبعدين تبحثون عن ال أوكي بس دقيقة هنا، وبعد هذا وبعد هذا، والندوة ستكون يوم الأربعاء، وسأقول لكم لماذا ستكون كتير مهمة. الندوات عبر الإنترنت، وهنا تدخلون في ترقب قرارات الخميس العظيم، والندوة ستبدأ، ستكون الساعة 6 مساء بتوقيت لندن، يعني الساعة 8 بتوقيت السعودية الأربعاء وليس الخميس، الأربعاء وليس الخميس، أوكي؟ لماذا؟ سأقول لكم ماذا سيحدث هذا الخميس. الخميس فهي الندوة ستكون الأربعاء، وطبعا ستكون تحضير لماذا سيحدث الخميس. والخميس سيكون يوم كبير لأنه سيصدر أول إشي الساعة أول إشي يوم الخميس اللي هو 12 الشهر. أول إشي سيداتي الساعة 12 الظهر بتوقيت السعودية، قرار البنك المركزي الإنجليزي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، سيكون محضر قرار البنك المركزي الإنجليزي، وهذا طبعا سيأتي الساعة 12 المحضر، مش رح يكون في أي تغير، يعني أنه كلهم رح يصوتون يعني لصالح بقاء أسعار الفائدة، ولكن المهم أنه ما هي التفاصيل التي تخرج منها. ولكن أهم إشي وهو التقرير الربع السنوي، نعم، الذي يأتي كل 3 أشهر من البنك المركزي الإنجليزي، وهذا أيضا سيصدر الساعة 12 بالظهر بتوقيت السعودية، يعني الساعة اسمحونا الساعة 2 الساعة 2 بتوقيت السعودية، يعني الساعة 12 الظهر بتوقيت لندن. فبس يعني أصلح كمان مرة، قرار البنك المركزي الإنجليزي ومحضر البنك المركزي الإنجليزي وخطاب المحافظ البنك المركزي الإنجليزي والتقرير الربع السنوي لتضخم الأسعار والاقتصاد، كتير مهم، هذا كتير مهم. كل ذلك سيصدر الساعة 12 بالظهر بتوقيت لندن الخميس، يعني 2 العصر بتوقيت السعودية، والثلاثة بالعصر بتوقيت دبي. طيب رح ندخل بعد ذلك بعض لحظات، ولكن خلينا نبدا بيوم الاثنين. اوكي، فيوم الاثنين اللي هو 9 ماي، اول شيء يوم الاثنين الساعه 9 ماي، ففي عندك فاكتوري، او في عندك الامور اللي يعني الشركات في الصناعيه في المانيا. يوم الاثنين لن يكون مهم في أوروبا، ولكن عندك في الولايات المتحدة عندك labor market conditions. طبعا يوم الجمعة اللي فات شفنا، يوم الجمعة في 6 مايو شفنا أرقام الوظائف في الولايات المتحدة، وشفنا يعني أنه كان في هناك خيبة الأمل. توقع السوق كان متوقع من حوالي 200 و210، جينا إجا على 150 ألف. نسبة البطالة يعني ما نزلت، ولكن يعني البيان كان نوعا ما إيجابي من طرف التحسن في الأجور، ولكن من ناحية الأعمال والوظائف أعتقد أنه
أتت بداية إنه الأرقام خلاص يعني لاقت الذروة تحت حوالي 210 203,000، وأعتقد إنه سيكون بالصعب إنه سننتقل فوق 250 260. فأعتقد إنه السوق الوظائف في الولايات المتحدة يعني لقى نوع من الذروة، وأعتقد إنه وصلنا إلى فول إمبلويمنت، وهو السوق الوظائف أصبح كلي، يعني إنه مستوى الوظائف وتوظيف الناس يعني وصل إلى نسبة كاملة. ولكن كما أقول لكم وقلت كثير مرة، هذه الحلقة هدفها ليس التحليل وليست شارتات، ولكن بس مذكرة لأهم أسابيع أهم أيام هذا الأسبوع. الاثنين الساعة 3 في عندك بيان جديد اسمه Labor Market Conditions Index، وهو مؤشر يحتوي من 10 عوامل في وكلهم متعلقين بسوق الوظائف في الولايات المتحدة، وذلك سيأتي الساعة 3 مساء بتوقيت 3 العصر بتوقيت لندن، اسمحونا عفوا، الساعة 3 بتوقيت العصر بتوقيت لندن، يعني الساعة 5 بتوقيت السعودية. والمؤشر متوقع أنه يتحسن شوي من ناقص 2.1 إلى ناقص 1. كمان يعني يوم هذا يوم الثلاثاء، مش راح يكون فيه كتير أي شيء مهم. وبعد ذلك وسننتقل إلى الخطابات، مذكرة خطابات البنوك المركزية بعد ذلك، بس بنبدأ أول شيء بالأرقام الاقتصادية بالبيانات. يوم الثلاثاء 10 مايو، يوم الثلاثاء 10 مايو في عندك أرقام المؤشر الصناعي من 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 فرنسا، وال ال الإنتاج الصناعي من إيطاليا، مش راح يكون كتير مهم. ولكن يوم الثلاثاء الساعة 9:30 صباحا بتوقيت لندن، يعني 11:30 بتوقيت السعودية، راح يكون عندك trade balance، وهو يعني الحساب التجاري، أرقام الحساب التجاري، وهو طبعا وهو عجز في بريطانيا. الأرقام ستأتي من بريطانيا، والمهم اللي طبعا اللي هو هذا اللي هو الحساب التجاري مع كل العالم ومع خارج أوروبا. وعم تشوف إن الرقم الناقص اللي هو العجز متوقع إنه سينقص شوي، ولكن لسه العجز يعني لساته عالي، لأنه مقدار حوالي 5% من الاقتصاد الإنجليزي. وهذا سيأتي يوم الثلاثاء. وكمان في كمان رقم ثاني متعلق بالوظائف اللي هو اسمه جولز أوبنينج، وهو يعني في الولايات المتحدة، هذا كمان الساعة 3 بالعصر بتوقيت لندن، 5 بالعصر بتوقيت السعودية. وهذا يعطيك مدى عدد الوظائف التي هي مفتوحة، يعني كم من وظيفة صارت مفتوحة، أوكي؟ وهذا يعني يكون كتير مهم. فإذا هذا يطلع والرقم هذا نقص، فلما ينقص الرقم يعني يقول لك إنه مش رح يكون في أي طلب للوظائف، يعني عارفين هناك انخفاض في الطلب للوظائف، وهذا كتير مهم، لأن عم نشوف في الشركات الأمريكية بدأون يخفضون النفقات الرأسمالية والريسيرش اند ديفلوبمنت والتوزيع الأرباح وإلى آخره وإلى آخره. وآخر عامل في الذي يأتي في تخفيضات تخفيضات التكاليف في الشركات في الأغلبية، آخر عامل يأتي هو يا يعني في طرد الناس، ولا في البطء في توظيف الناس، أو يعني أو تخفيض تخفيض العدد الناس يعني الموظفين. فهذا الإشي سيداتي وسادة يأتي في آخر المطاف، يعني يأتي قبل أن الشركة تبدأ أن تتحوط وتبدأ أن تأخذ موقف دفاعي. فلما الواحد يتكلم ويقول لك إنه ماذا يحدث في الوظائف هو مؤشر أمامي، هذا ليس كلام صحيح، يكون مؤشر خلفي يعني متأخر.
طيب وعندك الاندستريال برودكشن يوم الاربعاء، عندك الاربعاء عندك الانتاج الصناعي من بريطانيا، وهو الساعه 9:30 توقيت الصباح بتوقيت لندن، 11:30 بتوقيت السعوديه. اوكي، وكل هذا من اوروبا ومن الولايات المتحده. وبعد ذلك عندكم في اليابان، في عندك كمان الانتاج الحساب التجاري، هذا الذي يأتي في اليابان في الاربعاء مساء بالليل. وننتقل ثم ننتقل وطبعا لليوم الخميس الكبير، وهو يسمى بسوبر ثيرزداي، وهو يوم الخميس العظيم، لانه هذا اليوم الخميس العظيم ما ياتي الا 3 إلى 4 مرات في العام. يعني لأنه نحن نعرف أنه قرار البنك المركزي الإنجليزي يأتي كل يوم خميس، يعني بالأغلبية بأول خميس الشهر، ولكن قرار البنك المركزي الإنجليزي الذي يأتي مع التقرير التضخم الأسعار من البنك المركزي الإنجليزي الذي يأتي كل ربع سنة، يعني كل ثلاثة أشهر، فهذا كمان يأتي يوم الخميس. فهذا راح يكون كثير مهم وسيعطينا فكره، سيقول لنا يمكن انه تضخم الاسعار بدا يستقر، بدا يتحسن في بريطانيا والى اخره، ولكن اعتقد انه سيتكلم بطريقه تفاؤل كافيه، التي تقول انه سيكون هناك ارتفاع في اسعار الفائده، ويمكن ان يتكلمون بطريقه ان يقولون انه نسبه الاجور طبعا، يعني على الرغم من انه حصل في هناك نوع تحسن، يعني نريد المزيد من التحسن. فهذا طبعا في 12 الشهر يوم الخميس. 13 يوم الجمعه، جمعه 13 فرايدي 13، من عندك تضخم الاسعار من المانيا الساعه 7 الصبح بتوقيت لندن، عندك الانتاج الاجمالي من المانيا كمان ومن ايطاليا، وهذا هو من اهم شيء. وبعدين عندك الانتاج الاجمالي من منطقه اوروبا الذي سياتي الساعه 10 الصبح بتوقيت يوم الجمعه، 10 الصبح بتوقيت لندن، يعني 12 بالظهر بتوقيت السعوديه. ولكن اهم رقم، اهم بيان للولايات المتحده سياتي يوم الجمعه الساعه 1:30 بالظهر بتوقيت لندن، وهو الساعة 3:30 توقيت سعودية، وهو ريتيل سيلز، وهم مبيعات التجزئة، ومتوقع أنه ستحسن من ناقص 0.3 إلى 0.8%. الكنترول جروب اللي هو المهم متحسن، متوقع أنه سينتقل من 0.1 إلى 0.3%. وعندك البي بي آي اللي هو تضخم الأسعار، ولكن على المجال الشركة، على المجال الصناعي، مش زي مهم مثل السي بي آي الذي سيأتي يوم الاثنين. أوكي، ولكن سيداتي وسادتي، ولكن ماذا عن أستراليا؟ في أشياء كثير مهمة. وماذا عن أستراليا؟ فعندك إنه أول إشي، في عندك هناك خطابين مهمين للمحافظ البنك المركزي النيوزيلندي، وهو سيأتي الساعة 12 بالليل يوم الأربعاء، يعني بالصبح، يعني حوالي الساعة 2:00 الصبح يوم الأربعاء بالسعودية، خطاب ويلر محافظ البنك المركزي النيوزيلندي، وهذا وبعدين تكون الخطاب ثاني بعد حوالي ساعتين. أما في أستراليا فهناك خطاب في 11 الشهر اللي هو يعني يوم الأربعاء، ولكن هذا سيكون الساعة 12 بالليل بالأربعاء بالليل بتوقيت لندن، يعني 12 يعني الساعة 2:00 الصبح بيوم الخميس بتوقيت السعودية. وهذا سيكون خطاب من إيدي، من عضو البنك المركزي الأسترالي، وبعد الانخفاض الفوائد الأسترالية المفاجئ من الأسبوع اللي فات، هناك الكلام أنه يمكن أنه سيدعون الباب مفتوح للمزيد من التخفيضات في الصيف هذا. والسؤال أنه هل سيتم هناك تخفيض في أسعار الفائدة من البنك النيوزيلندي، وهذا سيكون كثير مهم. وطبعا البنك النيوزيلندي اللقاء تاعه سيكون في آخر الشهر هذا. فهذا الشيء اللي بيهمنا هنا. أما في من خطابات البنوك المركزية من أوروبا ومن الولايات المتحدة، والأهم الخطابات سيداتي وسادتي، وهو طبعا يعني كل يوم صار في هناك خطاب من عضو من أعضاء البنك المركزي
أمريكي، ولكن يوم الثلاثاء سنبدأ بدادلي اللي هو رئيس فرع بنك مركزي في نيويورك الساعة 8 الصباح بتوقيت لندن. عندنا ناكاسو عضو من البنك المركزي الياباني الساعة 6 الصباح يوم الخميس. ماستر روزنجرين، كلهم هدول يتكلمون البنك المركزي الأمريكي، يتكلمون حوالي الساعة 4 مساء يوم الخميس بتوقيت لندن. كورودا كمان مرة أخرى سيتكلم كل يوم، هذا عم يتكلم كل أسبوع، هو الرئيس المركزي الياباني، وهذا سيأتي الساعة 4 ونص الصبح بيوم الجمعة بتوقيت بتوقيت لندن، يعني زيد عليها ساعتين مع السعودية. عندك مارتن ويل، هذا سيكون مهم، من البنك المركزي الإنجليزي، وهذا سيتكلم الساعة 1 ونص بالظهر بتوقيت لندن يوم الجمعة. سيدتي سادتي، هذه من أهم التقارير والبيانات. فمرة أخرى طبعا يوم الخميس المهم راح يكون أول شيء اللي هو ضخم الأسعار وتقرير ضخم الأسعار وقرار البنك المركزي الإنجليزي وخطاب كارني، كل ذلك سيأتي يوم الخميس، وسيكون عندنا يعني ويبينار اللي هو سيكون عندنا ندوة مع أوربكس خاصة يوم الأربعاء، والتسجيل لها تأتون هنا، تدخلون في التسجيل تحصلون على كل المعلومات وأرقام مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة يوم الجمعة. شكرا لكم سيداتي سادتي، وبارك الله فيكم وبالتوفيق.